اليوم تحديدا نستطيع أن نقول بأن هناك تركيتين، الأولى وهي الأساس أي الشعب التركي الذي تمكن ببراعة أن يقفز فوق كل أكاذيب أردوغان وحكومته، وتمكن من معرفة الوضع في سوريا منذ لنقل الأشهر الأولى أو ربما خلال العام الأول، بالرغم من كل الإعلام العربي والعالمي والتركي الذي ساهم في تسويق أكاذيب أردوغان. هذا الشعب اليوم واضح تماما، وموقفه كان منذ أسابيع قليلة واضح برفض الحرب على سوريا ورفض تورط حكومة أردوغان في الدماء السورية. الجانب الآخر وهو جانب الأصغر هو جانب أردوغان وبعض أعضاء حكومته الذين تورطوا حتى رؤوسهم في الدماء السورية. هذه الحكومة الآن بشخص أردوغان تتحمل مسؤولية دماء عشرات الآلاف من السوريين، تتحمل مسؤولية تدمير البنية التحتية في سوريا. تركيا الثمن غاليا، الإرهاب لا يمكن أن تضعه كرتا في جيبك، هو كالعقرب عندما تضعه في أول فرصة سوف يلدغك. إذا كان لدي شعور بأن الشعب السوري يريد أن أكون رئيسا في المرحلة القادمة فسأترشح، إن كان الجواب لا فلن أترشح، لا يوجد مشكلة في هذا الموضوع.